جمانة مراد، مين اكتر حد اثر فيكي في نشأتك وانتي من وانتي صغيرة لغاية ما كبرتي من الممثلين؟ مين كان بيعجبك قوي؟ مين كنتي على طول عينك عليه؟ يعني مين الايدل بالنسبة لك؟ بصي هقول لك على حاجة. طبعا انا بحب سعاد حسني جدا جدا، اوكي، وبحب شادية، بحبهم قوي. هقول حاجة بس يا رب يعني ما تتفهمش، عشان أنا بشتغل مع يسرى دلوقتي، يسرى أختي وحبيبتي، بس أنا بحبها قوي ودايما بقول لها أنا يعني لو شفت فيلمها هي وشادية اللي لا تسألني من أنا؟ طبعا بس الله، أنا الفيلم ده بعشقه. في مشاهد لسه في ذاكرتي كده، يعني عارفة والله كنت بقول لها من يومين، بقول لها أنا ما أقدرش أنسى المشهد اللي هي كانت في الحمام بتحاول تنتحر. لا مشهد فظيع. فاكيد يسرى من الناس كمان اللي انا بحبهم جدا. الكاميرا وقعت الكاميرا عادي انا